نونسي عبد الصمد كاتب عام نقابة الكونفدرالية الديمقراطية تابع لحمول رشيد. بهذا الوقفة اللي درنا احنا اليوم كنناشدوا بها السلطات على مصائب اللي كتكون بها، وهي من ضمنهم السرقة. الناس كيحلوا علينا البيبان وكيسرقوا لنا الهواتف ديال الكليان ديالنا، تعرضنا لها ماشي مرة ماشي جوج، عدة مرات، وماشي من شخص واحد، يعني كاع صحاب الطاكسيات متعرضين لهذا الموقف هذا. زايدا على هذا الشيء كامل كاينين عندنا خويا الفراشات كيخرجوا للشارع كيحبسوا لينا، كيبقى عندنا ممر واحد. والمشكل والغريب في الامر هما عندهم مكان فين يكونوا، الا قدرتي تصورها هو هنايا، عندهم واحد المكان فين يكونوا يحطوا، ما كيأديو حتى واحد، خدامين كيبيعوا ويشريوا. زيادة على التريبورتو، التريبورتو اخي ولا كيدوز من حدا كيقول لك واش بغيتي تصبغه، اذا ولا وليتي خدام في صراع مع التريبورتو، التريبورتو لا داز من حداك عول عليه راه غتصبغ الطونوبيل، يعني ما بقاش واحد يقدر يضربك وكيهرب. شحال من واحد وقعت لي، ما عنده لا بلاكه ما عنده لا بيرمي لا والو. حنا كناشدوا السلطات بانها تحط التريبورتورات يتقنوا ويكون عندهم تما بلايك، على الاقل دار شي واحد شي مخالفه يتعرف ديك البلاكه ديالو كيما الطاكسي كيما وتكون عنده رخصه ديال السياقه باش يعرف القوانين ديالو. زياده على هذا الشيء عندنا السرقه اللي ممتده من شارع ادريس الحارتي كامل، سرقه موصوفه، يعني الانسان كيوقف الطاكسي ديالو يعني كيتسند الاشاره الضوئيه باش يمر، اذا انت كيلقى واحد جاي باغي يسرق كيش كيدير. عندهم طريقه اللي خاص بنادم يعرفها، كيجي انا سائق كنسوق، كيجي واحد كيدق من جهه الزجاجيه ديال الايسر كيدق، اين فوا انت كدور عنده كتلقى الاخر جا من جهه اليمين وخطف لك التليفون. هذه وحده. وبالنسبه لواحد المساله اخرى ولينا كنعاني منها حنا اصحاب الطاكسيات، هي هاد النقل السري، ولينا كنعانيو منه بزاف. النقل السري موجود هنا بكثره بكثره، بحال عندهم الكريم بكثره وكيعايروك ما يخليوكش تهز بلاصه، ولا هضرتي معاه كتشبع معيور. انا كناشد جميع السلطات يتاخذوا هاد الاجراءات لانها في صالح ديال المواطن، لان راحه المواطن هي اسعاده وراحته. شكون اللي كيوقف عليها؟ هما السلطه. وكنتمناو ان السلطات ان شاء الله تقوم بهذا الدور ديالها على احسن وجه. قابلنا الضابط ديال الدائره هنا وعطانا وعود، الحمد لله احنا شنا فيه واحد الاحساس بان هذاك الشيء غيتنفذ ان شاء الله. ولهذا احنا كنطلبوكم جميعا باش توقفوا معنا، لا للسرقه لا للعنف لا للسرقه لا للعنف. شكرا لكم وسمحوا لي. ظلمتي العباد راه العقاب كبير، راه ما يسمحش لك الله، كاع اللي بينك وبين الله يسمحها، ولكن ظلم العباد راه ما كيسمحش ليه الله. بهذا يا عباد الله اتقوا الله، اللهم اجعلنا من المتقين، اتقوا الله اتقوا الله في خوتكم. راه ماشي تشاري تليفون راجل ولا امراه غتجي تتحيدوا ليه، راه عيب. راه كيتواصل مع الاهل ديالو، كاين اللي شاري بنته كتقرا كتعطل كيجاوبها كتجاوبو بداك الهاتف، وانت غتجي دي ليها كتحرمو كيبقى مخلوع عليها، راه عيب عليكم. الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل كينظم هذه الوقفه، هذه الفرع ديالو ديال سيدي عثمان تنظموا هذه الوقفه. هذه جات يعني كنا مضطرين ننظموا هذه الوقفه هذه في ظل تفشي ظاهره ديال السرقه والنقل السري بجميع الانواع ديالو، بالاضافه الى احتلال الملك العمومي. الشارع ما تنقدروش ندوزو منهم اذا كانوا خدامين، مسكين في هذوك الفراشه كيخصهم يلقاو لهم شي حل. حنا ماشي ضد انهم انسان يترزق الله كما كنقولوا او نضيقوا عليه ولا شي حاجه، وانما مع خلي الناس فين يدوزوا تخلي الطريق، لان الطاكسي هذا راه الشارع هو المكان فين يخدم فيه. كما قلت لك جات هذه الوقفه هذه تفاعلا مع خطاب صاحب الجلاله اللي هضر انه الاداره وخص المواطن يعني يكون ملتزم بالقوانين ديالو وعادي يطالب بالحق ديالو. فهادو سيارات الاجره قانونيه تتخدم بشكل قانوني. الان جينا كنطالبوا الحق ديالنا، بغينا الانصاف، بغينا الانصاف من عند من؟ من عند المسؤولين، المسؤولين على المنطقه ديال مولاي رشيد. فكان عندنا لقاء مع السيد رئيس المنطقه بخصوص نيت هذه المشاكل هذو قبل رمضان. تخيل معايا اخي، قبل رمضان درنا لقاء مع السيد رئيس المنطقه اللي كنشكروه على الاستقبال ديالو اللي استقبلنا بحفاوه، والوعود اللي كانت الصراحه كنا مشحونين، كنت وتفائلنا خير الوعود اللي عطانا.
فاذا بنا نتفاجأ هذه المده كامله بقى الحال على ما هو عليه، الدراجات الثلاثيه تصول وتجول، النقل السري بجميع الاشكال ديالو، تخيل الاعتداءات على السائقين المهنيين كنعانيو منها في هذه المنطقه هذه. لا سولتي يعني القاسي والداني غادي يقول لك بانه كاين هنا الكريساج بواحد الطريقه يعني بزاف كاع، اعتراض سبيل لا الماره لا السائقين. المهم حنا نهضروا على السائقين، السائق كيعاني في هذا الخط هذا ديال دريس الحاتي كامل. حنا تنطلبوا من المسؤولين انهم يخرجوا يديروا خدمتهم، فاللي ما بساعدش يدير الخدمه ديالو كما قال صاحب الجلاله فالحرالي انه يستقل ولا يشوف ليه شي حاجه. وفي الاخير كنوجه التحيه للسائقين المهنيين على التضامن ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.